الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين وسام تيكت على ياسو، فبعد اللي صار بيناتهم من وسام استهزاء بياسو، وبعدها ياسو ردت على وسام ومتابعينها هم ردوا وتهجموا على هذا المقطع. جيش وسام تيكت اكيد مسكت وقرر انه يرد هذا الشيء، فحللوا تدخلوا على اخر مقطع نزلته ياسمين، وحتشوفون انه اغلب التعليقات انقلبت بالانجليزي ومكتوب عليها جيش وسام، وطبعا يريدون يجمدون المشاهدات وانه يردون الحركه اللي سووها بمقطع وسام. وما ادري صراحه، اكتبوا لنا بالكومنتات هل تشوفون انه ياسمين تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن فضيحة نور ستار، وايضا عن مشكلتها ويا نارين بيوتي. فنور نزلت هذا المقطع اللي تعرضت للتهجم من وراه من متابعين نارين بيوتي، وطبعا من الواضح ان نور ستار قررت انه تلغي هذه التعاليق. فنور لغت اسم نارين بيوتي من التعليقات، سوت هذا الشيء عن طريق ميزة باليوتيوب اسمها الكلمات المحظورة، واللي حطت بها اسم نارين بيوتي، وبعد ما راح يطلع بالتعليقات. اما بالنسبة للدليل فلو تدخلون على اخر مقطع نزلته وتنزلون بيه على التعليقات وتكتبون نارين بيوتي، وبعدها تروحون على الاحدث اولا على مود تحفظون التعليق هذا، بعدين تغيرون الحساب بتشوفون هل التعليق راح يظهر للناس او لا. بعد ما نغير الحساب راح ننزل بيه على التعليقات ونروح على كلمه الاحدث اولا، فراح نشوف انه تعليقي ما ظهر وانما تعليق هذا الشخص ظهر. اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وشو رايكم حركه نور ستار بالغاء اسم نارين من التعليقات. الخبر الثالث اللي عدنا عن اسامه مروه وسفره دبي. اسامه نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي اعلن من خلاله عن سفره دبي والتقاء بغيث مروان وتحضيرهم المفاجآت خرافيه، ومقاطع راح تنزل اليوم، راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. اوكي يا جماعه، انا باخر هالليل حبيت اعطيكم خبر ابديت سريع، واللي هو انه انا بدبي. والله تصيح. المهم نحن متاخرين هلا باخر الليل، رايحين نظبط بنا. لا شو رح نعمل؟ رايحين نظبط. آه شو كان الثاني؟ على فكره بكره غيث حينزل فيديو، انا على رجع حينزل فيديو كمان. انت ثمنيلك انت؟ yes. انا مو ثمنيلك. انا ثمنيلك. لا مو ثمنيلك انت. انت لا. على كل ان شاء الله، بس حبيت هيك اعطيكم ابديت وان شاء الله. الخبر الرابع اللي عدنا عن ياسو وليش صارت تبكي. فياسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي قالت بيه انه عيونها حاليا بدها تحرقها وصايره تدمع هوايه، ولكنها ما تعرف السبب. وباكر راح تروح للطبيب، ولكن للمعلومه بس انه هي حذفت هذا الستوري ورا كم ساعه بس. راح احط لكم الستوري شوفوا. امبارح حكيت لكم انه عيني عم توجعني لحد هلا، وحياه الله لحد هلا عم توجعني، عم تضل تدمع. يعني كثير سالت انه شو اعمل، لما قلت شو ما عملته قالوا لي حط عليها ثلج، حط ثلج، قالوا حط عليها كمادات شاي، حطيت عليها كمادات شاي، لساتها عم توجعني. ما بعرف، كثير غريب الموضوع. يعني بالعادة لما بتتعب مثلا العين بتوجع يوم يومين، بس أنا صلي 3 أيام. أحسن شي روح الدكتور. وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، جنكم فيزياء مقاطع مملكة القصص، وبس مع السلامة.